أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال الله عيننا بعون الله وكونوا عونا لنا بالله عسى نبقى بفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الصحابة والسلام اللهم إنا نسألك ونتصليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هو يا هو يا هو يا هين يا هين يا هين يا رباه يا رباه يا رباه يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا هو يا هو يا هو يا غيث عند شدتي يا أنيس عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي قيوم يا من تقوم سماء الأرض بأمري يا جميع المخلوق تحت ربي في قد أسألك اللهم أن تسخرني روحانيا ببيت شريفا تعينني على قضاء هوايتي من لا تأخذ حسنة ولا نوم اهدنا إلى الحق ولا طريق مستقيم حتى أسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده ما بإذنه اللهم اشفعني واغفرني فيما أريد من خطاء هوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي فعل من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يا من يعلم ضمير عبادي سرا وجهرا أسألك اللهم أن تسخر لي كنت ما هذه الآية العظيمة والشريفة والدعاء المنيفة يكونون لي على مراقب حوائجي هيلا هيلا جولا جولا ملكا ملكا يا من تصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض سخر درك الياس حتى يكلمني في علي أبدي وعين على بابي في جميع حوائجي يا من ولا يعود خيب ما ولا من أوفيد يا حميد يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين كني عنا لنا بابي حوائجي يا كافيل لا قوة إلا بالله أقسمت عليك يا سيد الملك الكبير أجبني أنت خدام قواني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرياء بحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رجال الله عينونا بعون الله وكونوا عونا لنا بالله عسى نرضى بفضل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إنا نسألك ونتوسلك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هو يا هو يا هو يا هين يا هين يا هين يا ربه يا ربه يا ربه يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا هو يا هو يا هو يا غيث عند شدتي يا ليس عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي قيوم يا من تقوم سموك الأرض بأمري يا جميع المخلوق قد يتأثر في يقول أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هادئة شريفة تعينني على قضاء حوائجي من لا تأخذ حسنة ولا نوم اهدنا إلى الحق ولا طريق مستقيم حتى أصلح من اللوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشعر بربي إلي اللهم اشفعني وانصرني فيما أريد من قضاء هوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي في أهلي من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يا من يعلم ضمير عبادي سرا وجهرا أسألك اللهم أن تسخر لي خدم هذه الآية العظيمة والشريفة والدعوات المنيفة يكونون لي على قضاء هوائجي حيلا حيلا جولا جولا ملكا ملكا يا من تصرف في ملكه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض سخر لك كالياس حتى يكلمني في علي أقوتي وعلى قومي في جميع هوائجي
يا من ولا يعود خبر العظيم يا حميد يا متين يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا مدين كن لي عن الرقم حوائج بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أقسمت عليك يا شيخ الملك الكرياس أجلني أن تأخذ القرآن في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرى بحق هذه الآية العظيمة بحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رجال الله عينونا بعون الله وكونوا عونا لنا بالله حسن الله بفضل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم إنا نسألك ونرسلك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هو يا هو يا هو يا هين يا هين يا هين يا ربه يا ربه يا ربه يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا هو يا هو يا هو يا غيث عند شدتي يا نشع عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي القيوم يا من تقوم سلطة الأرض بأمري يا جميع المخلوقات تحمل في فيقر صلك اللهم نسخر لي روحا يا هادي العدو الشريفة تعيني على قضاء حوائج يا من لا تأخذ سنة ولا نوم اهدنا إلى الحق ولا طريق مستقيم حتى أصلح من النوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفعني وارشدني فيما أردت من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لفعلي من يعلم ما بين أيديهم ما خلفه ولا يحيبنا من شيء من علمه يا من يعلم ضمير عبادي سيرا وجهرا أسألك اللهم أن تسخر لي ختم هذه الآيات العظيمة والشريفة والدعوات المنيفة يكون بأن علي علم القضاء حوائجي حيلا حيلا جولا جولا ملكا ملكا يا من لا تشرف في ملكي إلا بما شاء وسعى كرس السماوات والأرض سخرا لك كالياس حتى الكلمة في علي عقبتي وعنا لقم في جميع حوائجي يا من ولا يعود خمورا عظيم يا حميد يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا واكل يا قوي يا مدير كن لي عنا لقم حوائجي بأنك عبيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك يا شيخ الملك الكنديس أجلني أن تأخذ القرآن في جميع أموري بحقي ما تعتقد من العظمة والكبرى بحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رجال الله رجال الله وكونوا عونا لنا بالله عسى نرضى بفضل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إنا نسألك ونرسلك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هو يا هو يا هو يا هين يا هين يا هين يا ربه يا ربه يا ربه يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا هو يا هو يا هو يا غيث عند شدتي يا أنيس عند ودتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي القيوم يا من تقوم سلطة الأرض بأمره يا جميع المخلوقات تحت لمحه برسولك اللهم أنت سخر لي روحاني هذه الآية الشريفة تعينني على قضاء حوائج يا من لا تأخذ سنة ولا نوم اهدنا إلى الحق ولا طريق مستقيم حتى أصلح من النوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اللهم اشفعني وارشدني فيما أردت من قضاء حوائجي وإثبات قولي وفعلي وعملي وبارك لي فعلي من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يا من يعلم ضمير عبادي سيرا وجهرا أسألك اللهم أن تسخر لي ختم هذه الآية العظيمة والشريفة والدعاء المنيفة يكونون عن قضاء حوائجي
حيلاً حيلاً جولاً جولاً ملكاً ملكاً يا من أسرف في ملكه لك ما شاء وسعت كرسي السماوات والأرض سخناتك كالياس حتى يكلمني فعل أحبتي وعن على قومي في جميع حوايجي يا من ولا يوم يحب ولا للعظيم يا حميد يا مجيد يا بيت يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوم يا مدين كوني عون على قومي حوايجي يا كافر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك يا سيدي الملك الكالياس أجلني أن تأخذ وعني في جميع أموري بحق ما قدر دونه من العظمة والكبرياء بحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رجال الله رجال الله وكونوا عون لنا بالله حسنا بفضل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك وصليت يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هو يا هو يا هو يا هيل يا هيل يا هيل يا ربه يا ربه يا ربه يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا هو يا هو يا هو يا حسين شدتي يا ميسان دوتتي يا مجمع النجواتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي القيوم يا من تقوم سمود الأرض بأمره يا جميع المخلوقات تحت في مقر سرك اللهم أنت سفر للمحنية هذه الحياة الشريفة تعيني على قوي حوايجي يا من لا تأخذ سنة ولا نوم اهدنا إلى الحق ولا طريق مستقيم حتى أصلح من النوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه اللهم اشفعني وارزقني فيما أردت من قوي حوايجي وإكبر قلبي واغفر له عملي وبارك لي فعل من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشر علمه يا من يعلم ضمير عبادي سيرا وجهرا أسألك اللهم أن تسخر لي قدما هذه الآية العظيمة والشريفة والدعاء للمنيفة يكونون الهون على قوم حوائجي حيلا حيلا جولا جولا ملكا ملكا يا من تصرف في ملكه إلى بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض سخر لك ذاك الياس حتى يكلمني فعل يقضي وعنه على قومه في جميع حوائجي يا من ولا يعود خبر عن العظيم يا حميد يا مجيد يا بعيد يا شاهد يا حق يا وكيل يا قوم يا مدن كلي على قوم حوائجي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك يا سيد الملك الكبرياس أجبني أن تأخذ معني في جميع أموري بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبرى بحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رجال الله رجال الله بعون الله وكونوا عونا لنا بالله حسنا الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم اللهم إنا نسألك وصليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هو يا هو يا هو يا هيل يا هيل يا هيل يا ربه يا ربه يا ربه يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا هو يا هو يا هو يا أنيس عند شدتي يا أنيس عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي القيوم يا من تقوم سمود الأرض بأمري يا جميع المخلوقات تحت لمنك فرسلك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة تعيني على قوي حوائج من لا تخلص نفسي ولا نوم اهدنا الى الحق والان طريق مستقيم حتى استرح من اللوم لا اله الا انت اسمحني كان كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات والارض من ظن ان يشعر الا باذني اللهم اشعر وارزقني فيما اردت من قوي حوائج من فاتح قلبي وفي عملي وبارك لي فعل من يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يا من يعلم ضمير عبادي سرا وجهرا اسال اللهم أن تسخر لي قلت ما هذه الآية العظيمة والشريفة والدعاء المنيفة يكونون علي وعلى رقم حوائجي حيلا حيلا جولا جولا ملكا ملكا يا من تصرف في ملكي لا بما شاء وسع كل السماوات والأرض وسخر أنت كالياس حتى يكلمني فعل يخبرني وعلى رقم في جميع حوائجي
يا من ولا يوم خبنا العظيم يا حميد يا مجيد يا بعيد يا شاهد يا حق يا وكيل يا قمامات كل يوم يا قوم يا وعيد من الفين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك يا شهد الملك الخلياس أجبني أنت قدامك وعنهم جميعا مرمري بحق ما ترك دونه من العظمة والكبر بحق أنزل آيات العظيمة وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رجال الله رجال الله بعون الله وكونوا عونا لنا من الله حسنا وعون بفضل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك ونصليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هو يا هو يا هو يا هيل يا هيل يا هيل يا ربه يا ربه يا ربه يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا هو يا هو يا هو يا نفس عند الشدة يا نفس عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي القيوم يا من تقوم سموت الأرض بأمري يا جميع المخلوقات تحت نفسي وأقر يا سلطان اللهم أنت صغر لي روحانيا هذه الآية الشريفة تعيني على فهمها وإنسيا من لا تقول يسنبي ولا نوم اهدنا إلى الحق ولا طريق المستقيم حتى أصدقنا اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عندنا بإذنه اللهم اشفع وانصرني فيما أردت مقام حمايتي وإخوتي قولوا في المعامل وبارك لي في أهل من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه يا من يعلم ضمير عبادي سرا وجهرا أسألك اللهم أن تسخر لي خود ما هذه الآية العظيمة والشريفة والطاعة المنيفة يكونون على عنقهم هوايتي حيلا حيلا جولا جولا ملكا ملكا يا من أتصرف في ملكي لا بما شاء وسع كرسي سموت الأرض وسأسلمتك كالياس حتى يخالف الإخوان يقدرون على قلبي يا من ولا يوقف من العظيم يا حميد يا ماجد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قيامة كن يعنى لك بحواجب ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقسمت عليك يا شهد الملك الكلياس أجبت أنت أخذت معانك جميع أمور بحق ما تعتقدونه من العظمة والكبر بحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رجال الله رجال الله عينونا بعون الله وكونوا عونا لنا بالله حسنا الله بفضل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك ونصليك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا هو يا هو يا هو يا هيل يا هيل يا هيل يا ربه يا ربه يا ربه يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا هو يا هو يا هو يا من عند شدتي يا أنيس عند وحدتي يا مجيب عند دعوتي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي قيوم يا من تدخل مسلم الأرض بأمري يا جميع المخلوقات تحت أمري فقد أسألك اللهم أن تسخر لي روحانية هذه الآية الشريفة تعينني على فهم حوائج من لا تأخذ مسند ولا نوم اهدنا إلى الحق ولا طريق مستقيم حتى أصرح من الباب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عندنا بإذنه اللهم اشفع وانصرني فيما أردت مقام حوائجي وإخوتي وصلوا في المعمل وبارك في أهل من يعلم ما بين أيديهم ومن خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يا من يعلم ومن عبادي سرا وجهرا أسألك اللهم أن تسخر لي خود ما هذه الآية العظيمة والشريفة والدعاء المنيفة يكونون لي عن رقم حواجي حيلا حيلا جولا جولا ملكا ملكا يا من تسافر في ملك لا بما شاء وسع كل سموت الأرض وسخر لم تكن كالياس حتى يكلم عن إخوان يخدعون رقم في جميع حواجي يا من ولا يعود في ملان العظيم يا حميد يا ماجد يا بعيد يا شهيد يا حق يا واكل يا قوي كن يعنى لنخلق حواجب ألف ألف الله حول الله قوة الله بالله العلي العظيم أقسمت عليك يا شهد الملك الكبياس أجبت أنت قدام قعوني في جميع أموري بحق ما تعتقد له من العظمة والكبرى بحق هذه الآية العظيمة وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم الفاتحة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.